السلام عليكم. اليوم سأفسر لكم كيفية إلغاء التحديث التلقائي للتطبيقات على الأندرويد. لتفعيل هذه الخاصية، دونك الذهاب إلى جوجل بلاي أو بلاي ستور، وبعدها الذهاب إلى قائمة الإعدادات، وبعد إعدادات أو بين باراميتر، وفي الأعلى إعدادات العامة أو بين باراميتر جينيرال. دونك أعتبركم مرة هنا إي نو باميتر أجور، لا تحدد تلقائيا. دونك بعد الآن لن تحدث البرامج تلقائيا، دونك سيتم تحديدها يدويا. أظن أن هذا الفيديو قد أعجبكم، وأضرب لكم موعدا قادما في درس لاحق. السلام عليكم.